اسمي خضر مروان عوض الصيد، عمري 32 سنة، بشتغل صياد وأنا عمري 13 سنة، بعين على أسرة 14 نفر، أنا معاي ولدين وبنات، وساكن أنا مع أهلي يعني بغرفة، وبشتغل يعني وبصرف عليهم 14 نفر. دخله من الصيد ما فيش غير الصيد يعني. لما كان يسكر البحر كنا نقعد لا نروح ولا نيجي، يعني تطلع لنا كابونه تطلع لنا حاجه، بس ما فيش دخل ثاني يعني غير الصيد عندي. يوم تصابتي كانت 22/2، طلعت من الميناء حوالي الساعة 3:30، ومينا شبكنا على خان يونس. بعد ما مينا شبكنا حطينا الأكل وقعدنا ناكل، إنه يعني 12 ميل البحر مفتوح، ما لوش عنا. إجا 4 مطاطات إسرائيلية وضبورة كبيرة، هجموا علينا على المركب تبعتنا، وقاعد يطخ علي مطاط، واخر شيء طخوني في عيني اليمين، وخش يعني هيك سطحيه، واثرت على الشمال، عنوا لي اياها عين اليمين، وظلت الشمال برضه بشوفش فيها. اخذونا على المستشفى، قعدت بالمستشفى 4 ايام. لما قبل ما يروحوني وانا بايرز، قاعد يحققوا معي انه متجاوز الحدود، وعرضوا علي يعني مبلغ انه ما ارفعش قضيه عليهم. لما كنت اروح واجي يعني عادي اجيب مصروفي واجيب مصروف يعني الدار، يعني كنت يعني اصيد او اموت ما اصيدش، يعني هيك وهيك البحر. اما هلقيتها وضع تحت السفن، لا بروح ولا باجي. واليهود أخذوا صدروا المركبتين الحسكتين ورجعوا لنا إياهم، ولا حاجة فيهم، لا مواتير ولا غزل ولا حاجة فيهم، يعني ما بينفعوش لأي شيء. ويعني والحمدين الله، والواحد بيقول بس المهم إنه أقل ما فيها يرجع له، بس لو عين الواحد يشوف فيها.